زرعوا وأتقنوا الاجتهاد، فنالوا النجاح والتفوق، وكان لهم كامل الحق في الاحتفال، حيث أقامت منظمة اتحاد شبيبات الثورة ووزارة التربية حفل تكريم المتفوقين دراسيا على مستوى القطر للشهادة العامة والمهنية ومدارس أبناء الشهداء في مجمع فندق الصحارى بالديماس. هذا العام حبت منظمة اتحاد شباب الثورة أن تكون لها ميزة خاصة، أن يقدم من خلالها نشاطات الشباب المختلفة، وأن يشعر هؤلاء المتفوقون بأنهم فعلا مكرمون على أعلى المستويات، خصوصا وأن هذا التكريم قد شمل أبناء الشهداء المتفوقين والرعاية الكبيرة التي يلقونها في مدارس أبناء الشهداء، وبالتالي مدارس أبناء الشهداء لأن الوطن للجميع، ويجب أن يكون التفوق أيضا سمة لكل أبناء سوريا، نفخر بها جميعا. المتفوقين هن من سيقود البلد في المرحلة القادمة، من سيقوم بإعمار البلد في المرحلة القادمة، لأن بتفوقهم وتميزهم الدراسي سيكون التميز للوطن جميع. اليوم مثل ما شفنا أبناء وبنات الشهداء هن مشاركين معنا، مثل ما الشهداء قدموا دماء رخيصة للوطن فداء للوطن، اليوم أبناؤنا عم يتكرموا بتفوقهم، عم يكرسوا هي القيمة، القيمة الوطنية، قيمة النجاح، عم يكرسوا المسيرة اللي بلشوا فيها أبناؤهم من خلال تفوقهم الدراسي. بالتعاون ما بين منظمة اتحاد شباب الثورة ووزارة التربية أطلقنا حملة تكريم الطلاب المتفوقين للشهادة الثانوية بكافة فروعها بما فيهم ذوي الشهداء، إيمانا منا كاتحاد شباب الثورة ووزارة التربية لما لهم من دور فاعل في بناء سوريا، سوريا الشابة، سوريا المتقدمة. هؤلاء الثلة من الرفاق المتفوقين اعتماد الكبير في المرحلة القادمة عليهم لبناء سوريا جديدة بإذن الله. هن عم يأدوا الرسالة، عم يأدوا الأمانة، رح يأدوها ويرجعوا يبنوا سوريا حديثة بهمة البواسل والاستمرار خلف قيادة حكيمة للسيد الرئيس بشار أسد. وجرى خلال الفعالية تقديم فقرات فنية وتوزيع شهادات على المكرمين من المدرسين والطلاب المتفوقين منهم والمتفوقات. شعور كتير حلو، شعور بتمنى لكل شخص، لأي حدا بيتعب ليوصل لهي المرحلة اللي نحن وصلنا لها، وإن شاء الله يا رب يعني كل الناس بتوصل لهي المرحلة وكل مين بيتعب ويا رب ما يضيع. بحب اهدي لامي، لانه لولا امي ودعم امي لإلي ما كنت انا وصلت لهيدي المرحله. بهدي هذا التفوق لاهلي، ماما بالمقام الاول، عمي وبمثابه والدي، واهلي وعائلتي وكل من كان معي بهالسنه العصيبه هي. بالنسبه لكوننا نحن ابناء شهداء، فنحن علينا انه نقوم بتاديه رساله ابائنا والحفاظ عليها. كونه انه نحن ابناء شهداء فعلينا عاتق كبير مشان هي الرساله، وبالنسبه للتفوق فهو حافز كبير لنا. كانت كلمات الطلبه تقف عاجزه عن التعبير عن مدى الشكر والامتنان الذي حملوه تجاه اهاليهم ومعلميهم وكل من ساهم بفناء حياته في سبيل توجيه الطلاب ومساعدتهم على تحقيق احلامهم.